بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في اللمعة الدمشقية الطواف، قال هناك مسائل، قرأنا المسألة الأولى والآن نقرأ المسألة الثانية. يقول: الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد، لأنه بالنسبة لحج الإفراد الترتيب الطبيعي للطواف والسعي أن يكون متى؟ أن يكون يوم العاشر وليس يوم التاسع من ذي الحجة، أليس كذلك؟ يوم التاسع يكون عندنا الوقوف بعرفة، ثم يليه الوقوف بالمشعر، ثم الذهاب إلى منى والقيام بالرجم المطلوب، ثم الذهاب إلى مكة لأجل الطواف، أليس كذلك؟ فتركيبه الطبيعي أن يكون في اليوم العاشر يوم العيد، هذا أي بعد الوقوف في عرفات، بعد الوقوفات، هذا الترتيب الطبيعي. بالنسبة لحج التمتع كان قد مر معنا أنه هذا الترتيب ولا يصح غير هذا. الآن نفصل هذه، يأتي الآن إلى تفصيل الأمر. بالنسبة لحج الإفراد يقول: نعم، يجوز لك أن تقدمه اختيارا وليس اضطرارا. الاضطرار هو الكل يقدم بالطريقة التي سنذكرها. الاختيار هذا مختص فيه بحج الإفراد. يقول: يجوز تقديم الحج وسعيه للمفرد، يعني تقديمه على ماذا؟ على الوقوف للمفرد والقارن، وكذا القارن كما تعلمون كثير من الأحكام يتفق فيها حج الأحرام، حج القران وحج الإفراد، الفارق عرفناه بالنسبة لكيفية الأحرام فقط. فللمفرد وكذا القارن على ماذا؟ على الوقوف بعرفة. بالنتيجة مو بس عن الوقوف بعرفة قدم، إذا قدم على الوقوف بعرفة يعني بعرف أنه قدم أيضا على الوقوف بالمشعر والذهاب إلى منى وما إلى هنالك. وهذا هو المشهور، يعني فيه مخالف ولكنه المشهور هذا الشيء، وله أخبار وبعضها صحيح، مثل صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام يقول: عن مفرد الحج، يعني الذي يحج حج إفراد، يعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء، عجله أم أخره لا إذا هذا يدل على الاختيار، إذا في تساوي من حيث التعجيل والتأخير إذا هو اختيار، لأنه لو كان اضطرار يعني لا يستطيع أن يؤجله، فيكون التعجيل له ضروري. فعندما يقول هو سواء، إذن هو يستطيع أن يعجل أن يؤخره، معنى ذلك أنه هو مختار. وهذا في باب 14 أقسام الحج. مقابل هذا المشهور يوجد أقوال مثل ابن إدريس يدعي الإجماع على أنه، يعني بنتيجة أن هذه صحيحة إذن لابد أن نعمل بها، يأتي ابن إدريس يقول: لا نعمل بها. لماذا؟ لأنه عندنا إجماع على خلاف هذا. ما نحن نقول المشهور هذا، إذن الإجماع ليس كذلك، لأجل ذلك الآخرين ردوا كلام ابن إدريس بادعاء الإجماع على خلافه، يعني بادعاء الإجماع على أنه يجوز التقديم اختيارا، ما هو مشهور على الأقل إذا لم يكن إجماعا، وهو ما قاله العلامة، نقله العلامة يعني. لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر معنا سابقا عندما كنا نتكلم في أقسام الحج. هناك في بعض المسائل، مثل المسألة الثانية على ما بذهني، يقول هناك ذكرنا أنه إذا قدمه، يسمون الاختيار فقط للاضطرار، إذا قدمه فعليه أن يجدد التلبية بعد ماذا؟ بعد طواف، بعد صلاة كل طواف، عقيب صلاة كل طواف كما مر. وكذا يجوز تقديمهما، يعني تقديم ماذا؟ تقديم الطواف والسعي للمتمتع عند الضرورة، يعني عند غير الضرورة المتمتع لا يجوز له ذلك. أما مثال الضرورة، طبعا للضرورة ليش فرقنا بين المتمتع والمفرد؟ لأن المفرد في عندنا نص على جواز هذا الأمر اختيارا، أما المتمتع فعندنا نصوص على حرمة هذا، عدم جواز هذا اختيارا. الاضطرار نعم يوجد نصوص على جواز اضطراري،
على الجواز اضطرارا، مثل صحيح صفوان حديث 64 من أبواب الطواف حديث 2 يذكر فيه الجواز اضطرارا. إذا مو بس المتمتع يجوز اضطرارا، في عنا حالات أخرى أيضا ستأتينا. مثال على الاضطرار خوف الحيض، هي تعلم أنه الآن وقت عادتها، والنفاس المتأخرين قد تلد هي في الأثناء، إذا لم تطوف فولدت معناه صار في عندها نفاس فلم تستطيع أن تطوف. المتأخرين يعني في وقت الحج، يعني هي الآن غدا يمكن تلد، الآن ليلة العيد قد تلد، فإذا تأتي بالطواف قبل أن تذهب إلى الوقوف في عرفات. وعليه تجديد التلبية أيضا بالطريقة التي ذكرنا حتى لو كان اضطرارا. وطواف النساء لا يقدم لهما، يعني لا يقدم لكلا نوعي الحج اللي ذكرناهما، يعني المتمتع والمفرد، لا يستطيع أن يأتي بطواف النساء قبل الوقوف بعرفات. ولا للقارن، يقول الشهيد الثاني، إلا لضرورة. بس الضرورة بدها تكون بحدودها، لأنه طواف النساء يستطيع أن يؤخره بالأصل، بس لو كان يعلم بأنه لن يستطيع أصلا أن يطوفه فيما بعد فعند ذلك يقدمه. حسنا، الفرق بين الطوافين ما هو؟ هناك طواف هو ركن، وهنا طواف ليس بركن. وطواف النساء وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة، يعني والعمرة بأقسام، الحج بأقسامه الثلاثة يجب فيه طواف النساء، والعمرة مو بأقسامها مو بقسميها يجب فيها طواف النساء. العمرة المفردة أم عمرة على كل فاعل للنسك سواء كان النسك حج أو عمرة، إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها، وأوجبه فيها بعض الأصحاب. إلا عمرة التمتع لا يجب فيها، يعني بخصوصها لا يجب، لأجل العمرة لا يجب، وإلا عمليا أتي بطواف نساء بعدها، هذا الطواف نساء يكفي لها وللحج. عرفتوا كيف؟ بالنتيجة ليش كيف أتي بعدها؟ لأنه عمرة التمتع معناها أنه يليها حج تمتع. إذا الإنسان اعتمر عمرة التمتع معنى ذلك أنه سيلي ذلك عمرة حج تمتع، وحج التمتع يليه ماذا؟ طواف النساء. طواف النساء هذا يكون عن كلا الأمرين، مو أنه لم يكن لها طواف نساء أبدا، ولكن لا يجب لها بخصوصها طواف نساء. فلا وأوجب طواف وأوجب بعض الأصحاب طواف النساء لعمرة التمتع، وهو ضعيف. الضعف بسبب أن الرواية التي تذكر ذلك أنه يطاف طواف النساء لعمرة التمتع هي ضعيفة ولم يعمل بها أيضا. فيشمل قوله عندما قال على كل فاعل، يشمل قوله كل فاعل الذكر والأنثى، لم يحدد كبير صغير، يشمل أيضا الصغير والكبير. فيجب طواف النساء على الذكر سواء كان رجلا أم ولدا، وعلى الأنثى سواء كانت امرأة أم بنتان. ومن يشمل أيضا لأنه فاعل، فاعل للحج، من يقدر على الجماع وغيره، شخص مثلا هو أجب، أو شخص مثلا عنين، أو شخص كبير السن لا يستطيع، فهذا هل هناك مورد لطواف النساء بالنسبة إليه؟ يقول نعم، هناك مورد لطواف النساء بالنسبة إليه، لأن النساء ستحرم عليه، مو بس الجماع سيحرم عليه، النساء ستحرم عليه، وهو واجب بالنسبة إليه، وهو كذلك، ومن يقدر على الجماع وغيره وهو كذلك. يعني هذا كل هذه الحالات يجب فيها طواف النساء. هنا إلا إن أطلاق، هون يأتي إشكال أنه كيف يجب، مو نحن إذا كان صغير يعني غير مكلف، مجنون يعني غير مكلف، فما معنى الوجوب هنا؟ ما هو غير مكلف؟ يقول هنا مو المقصود الوجوب بمعنى أنه يعصي إذا لم يفعل، مقصود الوجوب هنا أنه إذا لم يفعل يبقى أثر الإحرام عليه،
يعني هنا مو الإحرام، يتحلل من الإحرام بالتدريج هو، أليس كذلك؟ خب هذا الشيء الذي يحلله هذا الطواف لا يتحلل منه، فيبقى أثره ملازما له، هو ما يستطيع، هو غير مكلف حتى نقول عصى أم لم يعصي. المكلف نعم يعصي، ولكن غير المكلف لا يعصي. عمليا ماذا يستفيد غير المكلف منه إذا حجه ما بيبطل؟ يقول عمليا إذا كان الصبي أو المجنون، استفاق المجنون، هو بالأثناء حجمه ما كان مكلف، أو الصبي بلغ الصبي، إذا كان لم يأتي بطواف النساء معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يتعاطى مع النساء التعاطي المعين، باعتبار ماذا؟ أنه لم يأتي بطواف النساء. أثر الإحرام باق بالنسبة إليه من هذه الناحية، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز بهذا الاعتبار، اعتبار الأثر يعني، والمراد أنه ثابت عليهم، يعني يؤثر أثره، حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، فإذا فعله يجوز أو يفعل عنه، يناب عنه فيه إذا كان لا يستطيع أن يفعله بنفسه، وهو وقت طواف النساء متأخر عن الساعي، يعني يأتي بعد الساعي. قال متأخر، ما حدد متى متأخر، يعني يفرض يستطيع أن يأتي بطواف النساء في بعد طواف الحج الواجب مباشرة، بعد طواف والسعي يعني، ويمكنه لو أخره مثلا إلى ثاني يوم، راح رجع على منى ورمى جمرات وانتهى منه ورجع إجا أتى بطواف النساء، يكون أتى هو بالنتيجة محلل له. فلو قدمه عليه عامدا لا قيمة له، أعاده بعده، وناسيا يجزئ، والجاهل عامد. فلو قدمه على ماذا؟ على السعي، لا يبطل إذا كان ناسيا، والجاهل يعني يبطل بالنسبة إليه أيضا، عليه أن يعيده. المسألة الثالثة، يحرم لبس البرطلة، البرطلة يحرم لبس البرطلة، هذا اللباس كان متعارف في ذلك الزمان على الرأس، ليس متعارف في هذه الأيام. ليش؟ يقول بضم الراء، بضم الباء البو، والطاء رو الطأطو، وإسكان الراء البر طلة، وتجديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، يعني نوع من القبعات وضع على الرأس كانت تلبس في ذلك الزمان، الآن ليست موجودة أو غير متعارفة على الأقل عند المسلمين. يحرم في الطواف لما روي عن النهي عنها معللا أو معللا بأنها من زي اليهود، روي في المسائل حديث 2 باب 67 من أبواب الطواف. أولا هذا السبب، ذكرت الرواية السبب ولكن فيه نقاش، وقيل والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس المصنف، يعني في الدروس، أن هذا سبب الحرمة ليس ذاك، سبب الحرمة هو ستر، قال يختص التحريم بموضع تحريم ستر الرأس، وأي شيء مو بس البرطلة، البرطلة وأي قبعة أخرى يحرم في هذه الحال، فالموضع من باب الستر حرام. خب ما هو في ماذا؟ في الموارد التي يحرم فيها، كيف كطواف العمرة الذي ذكرناه، يعني يحرم في طواف الحج كذلك. لماذا خصوه بهذا الشكل؟ يقول لأن تلك الرواية ضعيفة السند، لضعف مستند التحريم. وشارح يقول هو الأقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل، لأنه التعليل إما أن يكون إنسان كش شاهد التعليل، يعني أنه هذا لبس البرطلة إما أن يكون حرام أو أن يكون مكروه. إذا كان لبس البرطلة ليس مختصا باليهود، إذا كان لبس البرطلة ليس مختصا باليهود ولكنه من لباس اليهود، عرفت كيف؟ إذا غير مختص لبسه لا يكون تشبها بهم، لا يكون تشبها بالكفار في هذه الحالة، ولكن إذا كان لا هو مختص بهم أو لبسه حتى لو لم يكن مختص بهم يعتبر تشبه بهم،
الأول لا يوجب الحرمة، كما يشير يلزم الكراهة وليس الحرمة. الثاني يوجب الحرمة، عرفتوا كيف؟ طيب الأول إذا كان يوجب الكراهة فعلى هذا الأساس نعمل نحكم بالكراهة هنا، لماذا نحكم بالحرمة أيضا في الطواف؟ مو من جهة الستر، من هاي الناحية. وإذا كان هو الثاني يعني حرام فهو حرام على كل حال، ليس فقط في الطواف، في غير الطواف أيضا. فكونه حراما على كل حال نفهم أنه مقصود الأول، معنى الأول مو الثاني، يعني هو الكراهة، لأنه ما في داعي لذكره إذا هالشكل. وإذا تحريم ليس هناك خصوصية للطواف، فإذا كان ما في خصوصية للطواف يبقى تحريمه بخصوص الطواف من ناحية ماذا؟ الستر، مو من ناحية التشبه. وعلى تقدير التحريم، يعني لو قلنا أنه تشبه بالكفار على فرض حرمة هذا الشيء، يعني لأن التشبه هل هو حرام ولا محرام أيضا هي مسألة خلافية، لأن النهي عن وصف خارج عنه لا يقضى في صحة الطواف حتى لو كان حرام، لأنه فعل حرام. مثل الآن كثير من محرمات الإحرام هي حرام ولكن لا تبطل الإحرام، مو الشكل؟ لأن النهي عن وصف خارج عن نفس الفعل، عن نفس الطواف، فإذا لا يبطل الطواف ولكنه يكون قد فعل محرما. وكذا لو طاف لابسا المخيط فإنه لا يبطل الطواف في هذه الحالة. المسألة الرابعة، روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يعني هي قالت على أربع، بس هو يعبر الشيء الثاني يديها ورجليها، أن عليها طوافين سيديها ورجليها، معناه ذلك أنه ليس من نفس الرواية، مو الشكل؟ هي رواية موجودة في حديث 1 و2 باب 70 من أبواب الطواف، والله العالم. على كل حال روي ذلك على أربع، الرواية تقول أن عليها طوافين بالمعهود، يعني مو تطوف على، مو تمشي على تحبي، لا تطوف طواف على رجليها فقط ثم تطوف مرة ثانية على رجليها فقط. ليش أنا قلت الآن يديها ورجليها؟ هذا ما قال، يعني إذا ما ذكرت الرواية ما المفروض ذكر الشهيد الثاني؟ لأنه كلمة أربع إذا طافت على مرتين بيكون تحقق طواف على أربع بالنسبة لعبارة كلمة أربع، بس إذا قالت الرواية يديها ورجليها أو قال أو قدرنا نتقيد بقول الشهيد الثاني يديها ورجليها، لو طافت مرتين ما بيتحقق هذا الشيء. يعني الرواية عم تعمل حل لهكذا امرأة نذرت هكذا نذر، أن نذر أن تطوف على أربع، يقول يعني يوم روح طافي مرتين طوافين بيكون طفتي على أربع، يعني مو يعني اليدين ورجلين، بس إذا قلنا يديها ورجليها ما بيتحقق الحل بهذه الطريقة. فالأفضل أن لا يقال يديها ورجليها إذا لم تكن مذكورة بالرواية. أنا لم أراجع الرواية إنصافا. أن عليها طوافين بالمعهود، وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي، بنى على هذا الشيء أنه تطوف مرتين لو نذرت، ولكن الكلام بالأصل أصلا هكذا نذر ينعقد أم لا ينعقد؟ وإذا كان ينعقد فلماذا لا تطوف فعلا على حبوا؟ إذا لا ينعقد، إذا ينعقد لماذا لا تطوف حبوا؟ لأنه هذا ليس هو أسلوب الطواف. الطواف هو يكون الطواف الشرعي هو على رجلين مو على يدين ورجلين، الطواف الشرعي. فإذا وأيضا فيه نوع من الهتك بالنسبة لها، أو من عدم اللائق يعني بامرأة تطوف بهذا الشيء أو الرجل. يقول وقيل والقائل المحقق يقتصر هذا بالحكم على المرأة فقط ولا يتعداه إلى الرجل. لماذا؟ لأنه وقوفا فيما خالف الأصل، الأصل أن يطوف الإنسان على رجليه وأن يطوف مرة واحدة، فأن هذا النذر أوجب عليها أن تطوف مرتين، وهذا مخالف للأصل، مع أنه هي لم تنذر إلا طوافا واحدا، الرواية قالت لها طوفي طوافين باعتبار هذا النذر. يقول
هذا مخالف للأصل، وكل ما خالف الأصل نتوقف فيه على موضع النص فقط، وموضع النص هنا هو المرأة، ففقط المرأة إذا حصل معها هذا الشيء تقوم بهذا العمل، أما الرجل فلا، أمر الرجل دائر بين أن لا نعتبر أن النذر غير صحيح وباطل ولا نعمل به، أو أنه ماذا عليه أن يطوف بحبوان. يقول ويبطل في الرجل، يبطل النذر لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، يعني الذي هو المرأة فحسب. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما في المرأة والرجل، ليش؟ لما ذكر أن هذا مخالف للأصل وليس، وهذه الهيئة غير معتد بها شرعا. خب ماذا تعمل بالرواية؟ قل الرواية ضعيفة أصلا، نحن من البداية قلنا بسند ضعيف، فالرواية ضعيفة غير مضطرين أن نعمل بها، فهذا النذر يكون باطل، عليها أن تطوف عادي إذا كان يجب، وإلا لا يجب عليها الطواف. قال الشهيد الأول، قال والأقرب الصحة في المرأة والرجل، ليش؟ للنص، والنص النص هو صحيح، ذكر المرأة ولكن الرجل أولى من المرأة. يقول وضعف السند منجبر بالشهرة إن قلنا بالشهرة، عرفتوا كيف؟ وضعف السند منجبر بالشهرة، والشهرة تعضد هذا المسألة كما نعلم. وإذا ثبت في المرأة، هذا بعد كلام الشهيد الأول، يعني الشهيد الثاني عم يبين وجهة نظر الشهيد الأول، أنه أولا ضعف السند من حله أنه الشهرة موجودة، ثانيا أنه لماذا طب الرجل، كيف عديناها للرجل؟ يقول من باب الأولوية، وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل، في الرجل بطريق أولى. ليش؟ لأن المرأة أولى بالتعفف من الرجل وقد أجاز لها الإمام ذلك. ف والرجل أقوى وأقدر على هذا الشيء أيضا، ما دام جاز الأصل يجوز هذا الشيء، يجوز للرجل وللمرأة أصل العمل التكرار نتيجة لهذا النذر. ولكن خو هذه الأولوية فيها كلام، من قال أن هذا أولى؟ وهل هو هناك شهرة ولا ما في شهرة؟ وثانيا أنه أصلا هنا صار شيء، ليش هو مو هذا الشيء المنذور أصلا؟ فلأجل ذلك الشهيد الثاني لا يخالف الشهيد الأول في هذه القضية، ويقول والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا في الرجل والمرأة، ما بناخذ بهذه الرواية أبدا. وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف ويضعف أيضا، يعني لا يوافقه الشهيد الثاني بعدم قصد المطلق، يعني الآن إذا النذر وقع على ماذا؟ على حج، على طواف، على الأربع، فيأتي القائل ويقول إذن هذا الوصف غير صحيح، فالذي يسقط هو الوصف، أما أصل الطواف فيبقى واجبا. يقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فإذن مو هذا الصحيح، لا يبقى باطلا، لا يقبل هذا الشيء الشهيد الأول، الشهيد الثاني أيضا. قال يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة، يعني الفترة التي تبقى فيها في مكة طف بقدر ما تستطيع، إذا هناك في مستحبات كثيرة، ثواب الصلاة في البيت ثواب عظيم كما تعلمون، ومن أعظم ثواب للصلاة هو في البيت، وأيضا تلاوة القرآن وختم القرآن تعلمون كم لها من الشأن، ولكن مع ذلك يبقى الطواف أفضل من الكل، فليحاول أن يطوف بقدر إمكانه. إكثار الطواف لكل حاضر بمكة، أصل الإكثار لكل حاضر، ولكن بالنسبة لل حاضر من خارج مكة وليس من سكان مكة تأكيد عليه أكثر باعتبار أن طواف أفضل له. قل ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد،
يعني مو لساكن مكة، ساكن مكة لا، أما ساكن مكة الصلاة أفضل له من الطواف. أما الوارد يعني الذي جاء من خارج مكة وليس من سكان مكة، حتى لو بقي فترة طويلة بمكة ولكن ليس من سكان مكة، فهذا الطواف أفضل له. إلى أي حد يفصل؟ للوارد مطلقا يعني بأي وقت من أوقات العام، بالنتيجة سواء في حج أو في غير حج. وأيضا هو أفضل الطواف أفضل من الصلاة للمجاور في السنة الأولى، وفي الثانية يصبح فضل الصلاة وفضل الطواف متساويان، وفي الثانية يتساويان يعني في السنة الثانية، فيشرك بينهما يعني يصلي بمقدار ما يطوف. وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم لأنه أصبح هو مقيما بالنتيجة، وأحكامه تجري في كثير من الموارد الأخرى تجري عليه أحكام المقيم في مكة. وليكن الطواف 360 طوافا مو شوطا، طوافا كاملين، يعني 360 ضرب 7 حتى يصبح الأشواط، يعني ضرب بعدد الأشواط يضربها يعني بالنسبة للأشواط. خب إذا عجز، هذا عدد ضخم جدا ويحتاج إلى فترة طويلة جدا، فإن عجز عن 360 طواف جعلها أشواطا، يعني يطوف 360 شوط مو طواف. خب في هذه الحالة 360 شوط يقسمها على 7 كم تساوي؟ يقول فتكون 51 طوافا. خب بالضبط؟ يقول لا مو بالضبط، يبقى عندنا 3 أشواط، يبقى عندنا 3 أشواط هاي زائدة، يعني هي 51 طواف لا تكون 360، تكون 357 تساوي 357 شوط، فبيبقى عندنا 3 أشواط زائدة. وكيف كيف نتممها؟ في عندنا فرضيتين، إما أن نلحقها بطواف من هذه الطوافات السابقة أو نبني على طواف جديد، هذه نقطة خلاف. يقول ويبقى 3 أشواط تلحق بالطواف الأخير، وكيف؟ لا يجوز الزيادة في الطواف الأخير، لا يجوز، نحن نعلم أنه لا يجوز الزيادة على الطواف على 7 في الحالة الأخرى. يقول هذه الحالة فقط مستثنات، وهو مستثنى من كراهة القران بهذا المعنى، يعني الزيادة على الطواف بأشواط، من كراهة القران في النافلة بالنص. شو قصده؟ هو الزيادة لا تجوز بماذا؟ لا تجوز في الطواف الواجب، لا يجوز زيادة الأشواط، أما في الطواف المستحب فالزيادة مكروهة. خب هل نؤمر يعني بالكراهة؟ يقول لا، هنا ترتفع الكراهة بالنص. بالنص على ماذا؟ أي نص نتكلم عنه؟ يقول النصوص عندنا موجودة في باب 7 حديث 1 و2 تدل على ذلك، ولكن إذا تراجع الأحاديث ترى أنها لا تدل على ذلك. وأي نصوص؟ هذه النصوص تدل على 360، فحلها بهذه الطريقة، قد يقال أن خبها على الأقل هذه النصوص الموجودة التي تدل على 360 فنحلها بهذه الطريقة. يقول هذه لا، ليس فيها دلالة على ذلك، لأنه ممكن حلها بطريقة أخرى ما فيها الإشكالية، ممكن حلها بطريقة أخرى بالزيادة مو بالنقص، مو أنه نلصقها بالسابق نزيد طواف وتنحل المشكلة بدون كراه، أكيد زيادة الطواف فيها استحباب مو كراه، فبتنحل. فإذا النصوص لا تدلنا، لا تلزمنا بهذه الطريقة، بحيث أنه نستطيع من خلال النصوص أن نعتبر أن كراها ارتفعت. فيقول وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص، قلنا لا يفيد النصنا واستحب أو واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى طواف جديد لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران المذكور الذي ثبت كراهته. يقول واستحباب ذلك، شرح لكلام بعض الأصحاب، واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة، يعني عندما يقول يستحب لك أن تطوف 360 شوط، إذا لم تكن تستطيع أن تطوف 360
الطواف فيستحب لك 360 شوط، هذا استحباب مو؟ يقول إذا قلنا أنه يستحب، هذا رواية تقول يستحب هذا، هي لم تنهانا عن الزيادة، لم تقل أنه يستحب لك ذلك بشرط عدم الزيادة، فإذا ما في عندك مشكلة بالزيادة، وأصل الطواف مستحب حتى فوق 360. وأصل القران في العبادة مع صحتها، يعني يقول أفرض أن الشيء الذي ذكرتموه عندما قلتم هو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالنص، حتى يعني معنى كلامكم أنه يجوز القران مكروه، كونه جائزا لا يمنعنا من الاستحباب، لا يمنعنا من الزيادة، وحتى لو كان ترتفع الكراهة أيضا لا يمنع من الزيادة، عرفتوا كيف؟ حتى لو كانت ترتفع يرتفع القران بسبب النص، لو سلمنا هذا المعنى فهذا لا يمنع من الزيادة أيضا، الزيادة بحد نفسها مستحبة. وأصل القران في العبادة مع صحتها، يعني مع بقاء العبادة صحيحة غير باطلة لأنها نافلة، لا ينافي الاستحباب الذي نذكره، يعني زيادة 4 أشواط، لأنه 3 أشواط حتى يصير شواط كامل، طواف كامل يحتاج إلى 4 أشواط بعد. والشيخ الشهيد الثاني يقول وهو حسن وإن استحب الأمران، يعني تستطيع أن تلصقه بالسابق أو باللاحق، يعني زيادة 4 أو عدم زيادة 4. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.